حضور فوق 2000 شخصية من العالم العربي من جميع أنحاء العالم، من الأردن، من الرياديين، من مسرعات الأعمال، من الحاضنات، من محافظ استثمارية، التواصل ما بينهم بالبعض، خلق فرق استثمارية، عرض آخر ما توصلت إلى المنتجات الأردنية والعربية. هذا بالآخر من أهم القطاعات بالأردن عشان مبني على المورد الوحيد اللي عندنا، اللي هو أهم مورد، مورد بشري. وعم نورجي بعد انقطاع غياب المؤتمر فترة الكورونا، العودة هلا الحمد لله عودة ممتازة ميمونة، يعني بأكبر حدث يمكن قطاع الاي تي بيشهده في الأردن من زمان. وكمان أهم العدد هو النوعية، نوعية الحاضرين، نوعية الحضور نوعية ممتازة كتير. ونتأمل كمان أنه يصير في فرص للتعاون، فرص للاستثمار، فرص لخلق شراكات محلية وإقليمية وكمان عالمية، وأنه هالعالم يعرف اللي بيقدر يقدم الأردن من ناحية إمكانيات، من ناحية موارد، من ناحية برمجيات، من ناحية حلول. فالحمد لله يعني مؤتمر ممتاز لحد الآن، وبشر بكل خير.